يقول إذا مات المسلم، أو يقول إذا مات المسلم وقبل موته عند ساعة الاحتضار نطق بكلمات كفرية وغير ذلك بدون الشهادتين، فهل يعد مسلما حينئذ؟ أنه إذا نطق بالكفر وكان آخر كلامه الكفر فإنه يصير كافر، ختم له بالكفر، لأن أبا طالب كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. نعم. إلا إن كان أنه ما عنده فكر، إن كان أنه ما يهذو ولا عنده فكر، الله أعلم بحاله. نعم.